يسكت العالم، يسكت العالم بأسرى ونستمع صوت الحسين. سلام الله على صوتك حبيبي يا حسين. السلام عليكم الكفيف التقنية العراقي، تحياتي للجميع وأهلا وسهلا بكم باستعراض جديد لبرنامج رائع وحديث اللي هو اسمه مجلة الطف. ندخل على البرنامج نشوف مجلة الطف مدب الفيديو 3 دقائق لمحيي شعر الأرش. طبعا أول ما ندخل، طبعا لأن أنا كنت قبل شوية داخل بيفا طانة، أول ما ندخل يقلنا الصورة. طبعا من نفتح البرنامج الأول مرة يقلنا هل تريد الإرسال إشعارات لك، لأن البرنامج يرسلنا إشعارات. على العموم صورة المجلة أول ما يقلنا والأرشيف وراها. حاليا نلمس فوق الهوم، تم الاختيار المجلة. تمام. ثلاثة من خمسة. عندنا 5 تبويبات. الأولى هي البث المباشر. البث المباشر. هذه الأولى. المناسبات الثانية. تم الاختيار. المجلة الثالثة. الأقسام الرابعة. ومشاركنا 5. يعني البث المباشر والمناسبات والمجلة والأقسام. الأقسام. تم الاختيار. الأقسام. وشاركنا 5. الأقسام الرابعة وشاركنا 5. طبعا اول ما ندخل على البرنامج هو مختار لنا التبويبه الثالثه اللي هي المجله، وبالمجله حاليا احنا راح نصفح. واول ما ندخل على البرنامج قلنا مثل ما قلنا صوره المجله. طبعا هذه هي مو صوره المجله، هي اول ما قلنا زر، وجواز ثاني ايضا زر اللي هو المجله. صوره احنا نسميه زر الاول صوره، والزر الثاني الارشيف، ايضا ما مسمي احنا نسميه هو الارشيف. الارشيف احنا نسميه. حاليا صورة ما ندخل بها الأرشيف. ندخل على الأرشيف. الأرشيف. نشوف شنو الأرشيف. طبعا البرنامج حديث جدا، البداية أول يوم من شهر محرم الحرام عاشوراء، أول يوم بدأ به. حاليا اليوم 15 بالشهر من الميلادي، وأول سنة بالسنة الهجرية 1437. أرشيف ما عندنا حاليا. أرشيف المجلة. العدد الأول الشرطة المائلة الأول من محرم. العدد الأول أول من محرم، اليوم صدر أول عدد. لما نضغط عليه مثلا يكون يفتح لنا الأرشيف، ايش حيسوي؟ صورة المجلة. حيرجع لنا على صورة المجلة. لما كن فائد مدب الفيديو الحلف الحسيني علي الحلف مدب الفيديو صورة المجلة. صورة المجلة، ليش رجع لنا على صورة المجلة؟ لأنه أرشيف ما عندنا، فلهذا السبب يرجع. فممكن باكر أو عقبه يعطينا أرشيف من جديد. الأرشيف. العدد الأول الشرطة. العدد الأول من محرم. الأول من محرم مثل ما سمعنا. العدد الأول الشرطة المائلة الأول من الأول من محرم. مثل ما قلنا اليوم هو أول يوم من شهر محرم الحرام عاشوراء. لم نحيي شعائر الحسين علية السلام. لم نحيي شعائر الحسين. أول مقال. لم نحيي شعائر الحسين علية السلام. كيف نحيي شعائر الحسين عليه السلام؟ سلام عليك يا سلام الله عليك يا أبو عبد الله. طبعا نضغط على الخبر يفتح لنا. ادخل. أول ما قلنا زر الرجوع. نسحب إلى اليسار. هذا الروابط بقلم صور تحرير المجلة. بتاريخ 20/15/10/15. 15/10. يربي رابط رابط. نعبر هندني. الإنسان محووس بالتغييرات والأعذار لأنه يتبع هواه في الغالب. ولو تأمل الإنسان قليلا في تصرفته وحاكمها لوجد أنه بعيد كل البعد عن الأهداف. قوس اليسار بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. قوس اليمين ولو سال الإنسان نفسه لما اخترت العمل. وهنا نسأل أنفسنا ونحن ندخل شهر الله. طب عندنا صفح الخبر من اليسار إلى اليمين. ماذا نحيي وما هي الأهداف من ورائها؟ قد يقول قائل مباشرة أنا لقد جعل الله الهدف من تعظيم الشعائر هكذا لنفدش عن التقوى وتصفية ذات في البكاء. المناسبة عاشوراء هي محطة مهمة من محطات التزود بتقوى وخير. خلاص انتهى الخبر إلى هنا. البث المباشر التبويب الأولى. حاليا زر الرجوع على يسار الشاشة فوق. نرجع زر الرجوع صورة المجلة. صورة المجلة. لم نحيي شعائر الحسين. احنا رجعنا لهذا الخبر اللي كنا به داخلين بالمقال العفو اللي كنا به. نسحب إلى اليسار يطلع لنا الفيديو 3 دقائق و50 ثانية. مدب الفيديو 3 دقائق و50 ثانية. ندخل على مدة الفيديو. زر الرجوع. الفيديو هذا طبعا من يوتيوب. نسحب إلى اليسار. بعد ما فاتح إن الضعيف. مشاهدة يدع زر الرجوع. يدع مشاهدة المنبر الحسيني. مشاهدة الشيخ هاني شعبان خط عمودي محرم 1437. مثل ما قلنا
جديد حديث البرنامج 1437 اللي هو هاليوم حاليا. مشاركة مشاهدة لاحقا المنبر الحسيني الخط عمودي الشيء، وهذا رابط يعطينه عمودي محرم 1437 رابط هذا يعطينا معلومات عن الفيديو والفيديوهات الأخرى مثل ما هو موجود في اليوتيوب. المنبر الحسيني حاليا مثلا مشاركة مشاهدة المنبر نرجع المثل نضغط عليها يتعذر انتقي ستور بلاي باك زر. ننتظر شوية يفتح لنا الفيديو يشتغل. أول ما ندخل قلنا دعنا طبعا للخروج وإيقاف الفيديو. ذكر الإمام الحسين عليه السلام في طريقه إلى كربلاء ذكر جملة ألا وهي أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. حالة مثلا نرجع عدان هي أول كلمة نضغط بالشاشة بوسط الشاشة وين ما كان لأن هو مختارها اللي هي دان. أول ما نضغط عليه ضغط يطلع من الفيديو. حاليا نرجع من هذا أيضا هذا الفيديو الحلف الحسيني علية السلام. هذا مقال آخر ندخل عليه زر الرجوع الحلف الحسيني علية السلام بقلم بتاريخ بقلم محسن بقلم محسن دشتي بقلم أيضا يعطينا المحرم اللي كاتبه 20/15/10/15 التاريخ رابط صورة والرابط قلنا نعبر ذن الروابط عدد المناهج الفكرية والمدارس الثقافية لتكون فيما بينها خطط مزعومة تعلن عن نفسها كنجد للخلاص وطريق لنجاة الأمة فمنها المتنور ومنها العلماني ومنها من يكتسب اكتساء الدين ومنها من يتجرد تماما من أي صبغة دينية وجميعهم بكل ما أودوا من منهجية وقوة والدعاء لنجاة الأمة لا يضاءهم حتى قطرة في بحر الثورة الحسينية الخالدة ولا مسمار واحد في سفينة نجاة الأمة التي بناها المولى الشهيد علية السلام بدين. ولسنا هنا لنسرد تفاصيل الملحمة الخالدة والمعركة الحقبا للأمام الحسين علية السلام بوجه مثل ما نسمع حاليا السبب الذي نصفح البرنامج بسحب إلى اليسار 11/10 البث المباشر 11/10/2015 لا شيء هذا 11/10/2015 زر الرجوع حاليا فوق على يسار الشاشة وأيضا نرجع نلمس الحلف الحسيني علية السلام يرجع لنا على نفس الخبر مجرد ما نلمس نلمس وسط الشاشة يرجع لنا على المقال نفسه بحر ظلمات وهذه كلها مقالات وفيديوهات معروف نقدر نصفحها وندخل عليها ونشوف محتواها. هذا ما هو موجود في تم الاختيار المجلة لا البث المباشر نشوف التبويبة الأولى اللي هي البث المباشر تم الاختيار البث المباشر لا ما التبويب قريبا البث قريب البث المباشر طبعا البث المباشر عنوان قريبا ستتم أضافة القنوات قريبا ستتم أضافة القنوات لأنه مثل ما قلنا البرنامج جديد تم الاختيار المناسبات ندخل على المناسبات التبويب الثانية لا ما التبويب 2/5 نلمس فوق زر اختر الدولة المطلوبة دولة الكويت دولة البحرين نصفح إلى اليسار سحب إلى اليسار القطيف الولايات المتحدة من اليسار إلى اليمين العفو يعني دول أخرى الولايات المتحدة الأمريكية دول أخرى خلينا نشوف دول أخرى مثلا زر الرجوع نسحب من اليسار إلى اليمين فيميل زر نيو فيميل خلينا ندخل على الثانية التبويبة الثانية فيميل زر الرجوع البحث عنوان البحث زر أبحث ابحثي عن اسم المجلس أو اسم الخطيب نقدر هنا نكتب اسم مجلس أو اسم خطيب ونطي بحث ويبحث لنا عن اسم المجلس أو الخطيب دول أخرى عنوان اسم المجلس حسينية المرحوم داود العاشور الخطيب الشيخ رياض الباوي الوقت 19 الوقت اسم المجلس مسجد الرسول الأعظم مأتمن الجوادعة الخطيب السيد مصطفى القزويني الوقت 19:45 اسم المجلس الكوثر الخطيب صباح العبادي الوقت 20 اسم المجلس حسينية المرحوم داود العاشور الخطيب حسينية داود العاشور زر الرجوع الحسينية المعروفة زر الرجوع إلى اليسار الشاشة فوق طبعا خلنا نسحب من اليسار اسم الحسينية حسينية المرحوم داود اسم الحسينية حسينية المرحوم داود العاشور نسحب أيضا الخطيب الشيخ رياض الباوي المكان دول أخرى الفئة رجال الشرطة المائلة النساء الوقت 19 تفاصيل أضافية توقيت الـ24 ساعة بمشاركة تفاصيل أضافية بمشاركة مشاركة. الحاج الملأ باسم الكربلائي الحاج الملأ باسم الكربلائي
العراق البصرة أبو الخصيب. أها العراق البصرة أبو الخصيب. البث المباشر. لا مدب. العراق هذا البصرة. زر الرجوع. هذا ما هو موجود في تبو. هذه تبو. خلنا نرجع. زر الرجوع. وهكذا ينطبق. اسم المجلس مسجد. اسم المجلس الكوثر. على باقي المجالس أيضا. اسم المجلس زر الرجوع. نرجع حاليا. في ميل. زر البث المباشر. شفنا تبو بيت الفري ميل. خلينا نشوف هذه التبويبة الفوقها. زر الرجوع. البحث. البحث. زر. أيضا نفس الشيء ميزة البحث. يعني اسم المجلس أو اسم الخطيب. أها. دول أخرى. دول أخرى. اسم المجلس حسينية المرحوم داود العاشور. الخطيب أشيخ رياض الباوي. الوقت 19. اسم المجلس مسجد الرسول الأعظم مكة من الجوادعة. الخطيب سيد مصطفى القزويني. أها. الوقت. اسم المجلس. خلينا ندخل على اسم المجلس على هذا المجلس الثاني مثلا. اسم الحسين مسجد الرسول الأعظم مكة من الجوادعة. الخطيب السيد مصطفى القزويني. المكان دول أخرى. الفئة رجال الشرطة المائلة النساء. الوقت 19:45. تفاصيل أضافي محرم الحرام 1437 هجري. يتعذر انتقه 120. البث المباشر. زر الرجوع. هذه أيضا حاليا زر الرجوع. نرجع على يسار الشاشة فوق. زر الرجوع. وأيضا البحث. أبحث. ابحثي عن دول أخرى. أوديو شير. زر الرجوع. نرجع أيضا نيو. هذا أيضا بالتبويبات نيو. زر الرجوع. حاليا أيضا نرجع. زر الرجوع. القطيف. الأحساء. شفنا هذه التبويبة المناسبات. عندنا هذه الكلمة الزر فوق. ندخل عليه نشوفه. زر الرجوع. أضاف مجلس حسيني أو مناسبة مولد. أها هذا إذا ردنا نضيف حتى يعطينا إشعار به. نصفح ونشوفه. أضاف مجلس حسيني أو مناسبة الدولة. ينزل جوه. دولة الكويت. اسم الحسينية. حقل النص. اسم الخطيب. حقل النص. ساعة. الدقائق. واحد. زر. يتعذر انتقه 00. زر. بيان. زر الفئة. رجال الشرطة المائلة النساء. حقل النص متعدد الأسر. صورة المشاركة أن وجدت. Choose file. No file selected. تأكيد الأضافة. زر البث المباشر. لا مثل ما تشوفون كل شيء نضيف الوقت والدولة والاسم و اسم الحسينية مثل ما موجود عندنا مثلا اللي نضيف حسينية داود العاشور. نضيف الوقت واسم الخطيب واسم الدولة و إلى آخره من معلومات. بعد ما ضفناها نعطي تأكيد الأضافة فيعطينا إشعار بوقت اللي بدت بهذه هذا المجلس. زر الرجوع. حاليا زر الرجوع. نرجع. زر الرجوع. أوديو شير. اختار. حاليا هذه التبويبة المجلة. تم الاختيار. المناسبات. المجلة. والمجلة أيضا شفناها التبويبة الثالثة. الأقسام. الأقسام التبويبة الرابعة. أربعة من خمس. تم الاختيار. ندخل على التبويبة الرابعة اللي هي المجلات. أربعة من خمس. العفو الأقسام. المجلة. لا ما تم الاختيار. الأقسام. 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 لا ما التبويبة. البث المحتوى. التقارير المرئية. أقسام المجلة. أقسام المجلة. من المسفوق. أول كلمة المجلة. الأقسام المجلة. أقسام المجلة. الأعلن المرئي. الإعلام المرئي. هذه أول فقرة ندخل عليها. زر الرجوع. الأعلن المرئي. ترقب العدد الأول ابتداء من الأول من محرم. البث المباشر. لا ما ترقب العدد الأول ابتداء من الأول من محرم. زر الرجوع. ندخل عليها. In progress. Progress. مشاهدة أعلن مجلة الطفل. زر مشاركة. زر مشاهدة لاحقا. أعلن مجلة الطفل. البث المباشر. مشاهدة أعلن مجلة الطف. هذا إعلان مجلة الطف حاليا إذا نضغط عليه يقول لنا يشوفنا الإعلان مثل ما كان الفيديو مال البداية مال السيد بالبداية. فهذا أيضا عندما نضغط من نضغط عليه مشاهدة أعلن مجلة الطف فيعطينا الإعلان فيديو. زر الرجوع. نرجع حاليا. الإعلان المرئي لمجلة الطف. الإعلان المرئي فيديوهات يعني عبارة عن الفيديوهات. ترقب العدد الأول. الأعلن المرئي لمجلة. ترقب العدد الأول ابتداء. ترقب العدد الأول ابتداء من الأول. الأعلن المرئي لمجلة. ترقب العدد الأول. البث المباشر. ترقب الأعلن. زر الرجوع. أيضا نرجع. زر أقسام المجلة. الأعلن المرئي. أقسام المجلة قلنا أول شيء. الأعلن المرئي. الإعلام المرئي. استعرضناها أول فقرة. تأملوا. تأمل نشوف هذه الفقرة الثانية. زر الرجوع. زر الرجوع. تأملوا. عنوان. لم نحيي شعائر الحسين علية السلام. البث لم نحيي شعائر الحسين هذا السلام. مقال ندخل عليه. رات زر الرجوع. يتعذر لم نحيي شعائر الحسين عليه السلام. نسحب الى اليسار نصفح. بقلم أسرة تحرير المجلة. هذا الخبر اللي شفناه بالمجلة بتاريخ 20 رابط فيو انتري
View entry. الأنساني مهووس بالبحث عن التبريرات والأعذار لأنه يتبع هواه في الغالب وهو هن يس. ولو تأمل الأنسان قليلا في تصرفته وحاكمه قوس اليسار بل الإنسان على نفسه بالضبط. هذه الآية يره قوس اليم لا يوجد زر الرجوع. هذا نفس الخبر اللي قريناه بالمجلة اللي هي بقلم أسرة المجلة يدع زر الرجوع إدارة المجلة. حاليا نرجع فوق زر لمحيي شعائر الحسين البث المباشر لمحيي أوديو شير زر الرجوع. نرجع أيضا الأعلن المرئي لمجلة تأملوا تأملوا استعرضناها بيانات المرجعية بيانات المرجعية ندخل نشوف زر الرجوع in progress البث empty list زر الرجوع empty list ماكو حاليا هذه الفقرة بعدها ما مفتوحة empty list محاطي لها بيانات empty list قلنا المجلة جديدة empty list زر الرجوع نرجع زر الرجوع بيانات المرجعية كلمة في الطفل طبعا بالمناسبة انتي ليست ايضا تطلع لنا لما يكون النت ضعيف ما يفتح لنا اي بيانات لكن حاليا هذه الفقرة ماكو ما مفتوحة بيانات كلمة في الطفل كلمة في الطفل كلمة في الطف ندخل على هذه زر الرجوع هذا مقال واعتقد استعرضناه بالمجلة بتبويت المجلة كلمة في الطفل الحلف الحسين علية السلام البث المباشر لا الحلف الحسين علية السلام الحلف الحسين ندخل على هذا العنوان زر الرجوع in progress progress hall بقلم بقلم محسن دشتي بالضبط هذا استعرضناه بتاريخ بالمجلة 25 رابط رابط view entry p8 تتعدد المناهج الفكرية والمدارس الثقافية لتكون فيما بينها خطط مزعومة تعلن عن نفسها تنجد للخلاص وطريق لنجاة الأمة فمنها المتنور ومنها العلماني ومنها من يكتسب اكتساء الدين ولسنا هنا لنسرد تفاصيل الملحمة الخالدة والمعركة الحقبا للأمام الحسين علية السلام بوجه الطغيان الأكبر وشرك المتغطرس وما جرى من تفاصيل في واقعة الطفا ويوم عاشوراء بل أننا سنتخذ من منهجية عاشوراء فلن نأخذ على سبيل المثال السبب الذي فنحن اليوم بأمس الحاجة إلى دراسة تلك المنهجية الحسينية ومحسن دشتي 11/10/2015 انتهى البث المباشر لا يوجد زر الرجوع حاليا زر الرجوع فوق نرجع زر الحلف زر الرجوع وأيضا نرجع ونلمس وسط الشاشة تأملوا الأعلن المرئي لم تأملوا تأملوا استعرضناها بيانات المرجعية بيانات المرجعية واستعرضنا المرجعية كلمة في الطف وكلمة في الطف أيضا استعرضناها شباب الطف شباب الطف ندخل ونشوف زر الرجوع شباب الطف بحر ظلمات البث المباشر بحر ظلمات بحر ظلمات أيضا مقال زر بحر ظلمات بقلم عبد الله مهدي بتاريخ رابط صورة بيو انتري حرص الأسلم على انتقاء الطعام وفي آيات متعددة كان يكون حللا طيبا مما ذكر اسم الله عليا لما له من ثرى واضح على خلاياه وبالتالي على أعضائه أضافة على تصرفته ونفسه نتيجة لذلك فأن أكل الحرام يعكس أفعال الحرام والاشتراء على الآخرين وسلب لحقوقهم وما إلى ذلك من تمزيق للمجتمع وبالتالي غصب حقوق الإنسانية ففي أيامنا هذه نستذكر فجعة ألطفلة المت وحرقة ولزل الهيبها في قلوب المؤمنين حيث سار أعداء الله ورسوله بجيش جرار لقتل سبط الرسول أبشع قتله ومن دون أي رحمة ولم يفترقوا بقتله هو وأهل بيته بل زادوا على ذلك بأن قطعوا رأسه الطاهر وداروا به من بلد إلى بلد وسلم نسائه وأطفاله بأي ذنب قتلت أكان القاتل بشرا من دين لفظ أم شيطان من نار مارد أيقتل ظمآنا حسينا وهو ابن من ألا يعلمون أنه من آل بيت طهر من كل دنس بلى لكن الله قال قوس اليسار لكن الله يأبى ألا فحاليا استعرضنا أيضا هذا مقال زر الرجوع على اليسار وأيضا نرجع بيانات المرجعية ونرجع كلمة شباب الطف شباب الطف عبرة من الطف عبرة من الطف عبرة من الطف هذه أيضا فقرة أدب الطف هذه كلها فقرات نقدر نستعرضها المنبر الحسيني وحدة تلو الأخرى المنبر التقارير المرئية التقارير ومضاد توعوية والبث المباشر وأيضا إلى آخره كل فقرة نقدر ندخل عليها ونستعرضها بهذه الطريقة حاليا فقرات هواية فما نريد احنا الفيديو يطول اكثر المجله قلنا تبوي برع وصلنا الاقسام 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 شاركنا نشوف التبويب الخامسه من خمسة تم الاختيار شاركنا طبعا اربع اصابع اسفل صفحه شاركنا مقالات طبعا هذه ما مقروءه الصفحه لازم نسمي الازرار مالتها رسومات مقالات رسومات تصاميم تصوير فوتوغرافي مخطوطات البث المباشر خلاص هذه اني ما مقروءات بس حتى زر ما يقول بس تك 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 فقط صوت الطقه مال مقالات اها مال قلبت انه من عبرنا من فقره الى اخرى فهذه المقروءة شو نسميها احنا مثل ما قلنا بس انتبهوا زين ان شاء الله وياي مقالات
رسوم مقال صفحة شرح أول مقالات. أول زر اسمه مقالات رسومات. ثاني زر رسومات تصاميم. ثالث زر تصاميم تصوير فوتوغرافي. والرابع في التصوير فوتوغرافي مخطوطات. والخامس مخطوطات البث المباشر وبث المباشر. خلصنا حاليا من ذني كلهن احنا بصراحة يعني كمكفوفين من استفاد من غير بس المقالات، لان التصوير والمرسومات والمخطوطات والرسومات والمخطوطات ما يطلع لنا غير بس فقط صورة صورة وهكذا. مقالات رسومات مقالات ندخل المقالات زر الرجوع in progress نت شوي. ويبقى الحسن حي على العزاء حضور مجالس لماذا المقالات زر زر الرجوع فوق زر الرجوع مقالات كتابية مقالات كتابية ماذا الحسين بقلق أداب حضور المجالس الحسينية محرم ووحدة المسؤولية حضور مجالس أبي عبد الله الحسين حي على العزاء بقلم حضور مجالس حي على العزاء مثلا نشوف هذا المقال أيضا مقالات زر الرجوع in progress share this copy and paste أعظم الله أجورنا نجمة نجمة ليت شعري حري بنا أن ندوى زر الرجوع حي على العزاء بقلم زينب تلدة بتاريخ يرغبي بتاريخ 20/15/12 يرغبي رابط غارد. طبعا هذه إذا نضغط عليها يفتح لنا حقل الناس وحط إيميلك وباسوردك للتويتر وتقدر تراسل من هنا رابط صورة تغرد لهم view entry PHP رابط view entry نعبر هذا زحام صوت الدمع من بين زحام الأصوات وعويل الحناجر صوت الدمع تفجر منها ينابيع الدماء صوت نحيب تخر منه الجبال صوت أنت تفتت به الأحجار لو ينصت كل منا إلى قلبه بهدوء وروية بإيمان ويقين سيشعر اللاريب بغصى أليم سيخالجه بلا شك شعور لا انتصار ستح أن كان الأمام القادم لا يرى ضائحكا من لحظة ظهور هلال المحرم ترى بأي حال يرى فيها مولنا الحجى وهو يرى بعينه وقائع ألطف الفجيعة ويعيشها بأنفراد حري بنا أن نتوشح بسود من أم رأسنا إلى أخمص قدمينا وأن تنصدع قلوبنا وأن تفجع ضمائرنا وأن تبكي محاجرنا لا لما جرى في يوم عاشوراء فقط بل لحال أمام زماننا أيضا وأن روي عن الأمام الصادق عليه السلام أنه إذا هل هلال عاشور اشتدى حزنه وعظم بكاؤه على مصاب جده الحسين وناس يأتون إليه من كل جانب ومكان يعزونه بالحسين قوس يمين ليت شعري أين استقرت بك النوى مولايا ناتيك معزين باكين سلام الله عليك يا سيدي مولاي أمام الصادق وهكذا أن كان الأمام القادم زر الرجوع نرجع وهكذا هذه باقية على العزاء حضور الفقرات والمقالات زر الرجوع خلينا نشوف هذا الزر زر الرجوع أضاف مشاركة في قسم مقالات كتابية اسم المشارك حقل النص بالضبط هذه مشاركة أيضا للتغريدات حساب تويتر اختياري حساب تويتر ماكو غير حساب تويتر للتغريد ماكو لا فيش ولا غيره ولا غيره فقط لتويتر حقل النص حقل النص عنوان المقال حقل النص بالضبط حقل النص متعدد الأسس تأكيد الأضافة البث المباشر بالضبط مثل ما تسمعون هذا ما موجود في التبويبة الخامسة زر الرجوع وزر الرجوع نرجع زر الرجوع يعتمد على مقالات تويتر فقط مثل ما قلنا على العفو موقع تويتر للتغريدات فقط مقالات وخلينا نشوف مثل ما قلنا استعرضها حتى لا تنسوها الأولى مقالات والثاني رسومات تصاميم ثالث تصاميم تصوير فوتوغرافي فوتوغرافي مخطوطات مخطوطات البث المباشر وخلصت الفقرات صفحة شارك إن شاء الله نال إعجابكم هذا البرنامج السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أخوان الحسين وعلى أصحابكم وحياكم الله وإن شاء الله نال رضاكم هذا البرنامج ونعتذر على التقصير إذا قصرنا باستعراض شيء من البرنامج